استعداد شباب، استعداد فوق. كمين يا رجال، المعسكر فاضي، هربوا بسرعة، هربوا. صوت ابن عمي. الله العليم يا رضية، باعتبار الصوت غميق وبعيد جاي من ناحية البساتين. صار له حصل الصوت شغالة وما كانت تهدأ أبدا. صاهر العلقة كبيرة يا أبي، العلقة كبيرة، الله يشيرنا. أبو فهد، أنت الزعيم وما بتعرف شو عم يصير. شو يعني الزعيم؟ يعني أنا قائد الجيوش. هلا بنشوف شو القصة. يا لطيف، تعي تعي يا أمو، روحي روحي على أوضتك. يوه انه قامت لقيها ملك فاروق، الرصاص مثل زخ المطر. يا ترى شو صاير؟ الله يستر. زيبا، المعسكر محاصر من كل الميلات. سلم حالك انت ورجالك، احسن ما تموتوا كلكم سوا. هيدا اخر تحذير، وقد اعزينا من انذر. ضلكم صاحيين وجاهزين للرد على اي اعتداء بيصير على الحاره. حاضر سيدي. خير، شو اللي صاير يا نصر يا افندي؟ انا اللي بدي اعرف شو صاير ولا انت يا زعيم ابو فهد؟ والله علمنا علما، كنا ببيوتنا. قال شو العسكري الفرنسي ملي الحاره، اذا نشوف شو عاملين. ايه هلا بنشوف شو القصه. ايه هلا بنشوف. تحرك تحرك. شو لازم نعمل هلأ؟ ما بعرف. الظاهر ما رح يستسلموا سيدي. مدافع، خلي
خلونا نخلي يا رجال، خلونا نخلي. روحوا يا رجال وانا بجيب لكم ظهركم. يلا نار. شو عم بيصير يا زمرد خانو؟ لا تخافي ان شاء الله كله خير. ما فهمت شو يعني؟ اذا ما خاب ظني هدول الرجال عم يضربوا الفرنساوي. الله يبشرك بالخير وينصرن يا رب. يا رب دخيلك يا رب، يا رب توقف معهم وتنصرهم. يا ربي مالنا غيرك. ما عم بقدر وقف على رجلي يا بنات، صوت الرصاص مثل زخ المطر، قلبي طاير ما بعرف ليش. حولي بالك حاتم رضا، دعيلهم دعيلهم للشباب. يا رب يا رب نتوكل يا رب. وسعوا وسعوا فوتوا من الحرس، الحرس الحرس. يرعاك لهم الشباب. ما تخافي ما تخافي، بإذن الله رح يرجعوا لنا منصورين. يا رب النصر من عندك يا رب، يا رب الفرج من عندك يا رب العالمين. يا بطل فاير شو آخر تطورات؟ الخطط اللي وضعناها سابقاً صارت قيد التنفيذ وبلشنا نحقق اختراقات مهمة بصفوفهم. ما بدي مفاجآت، بدنا نبدا لك. أكيد أكيد سيدي. ريان سيدي، خذ العسكر وكمل على البيت. ما بدي حدا عايش، ما بدي حدا عايش. حاضر عسكر وراي. اتركني على قلبي ولي على طولي انا. هاي خالتي بدها شوفي. ما بعرف يا بنات، قلبي مثل النار قبض من محله، ما بعرف ليش. ما عليك شو صار لي؟ فضلي وقل والله أحد. خالتي رضا ادعي لهم إن شاء الله بيرجعوا منصورين. يا رب يا رب دخيل اسمك يا رب. طولي بالك طولي بالك وادعي لهم. خفوا الأصوات شوي، ما هيك؟ ايه بإذن الله بيكونوا الرجال عملوا اللي عليهم وقاموا قيامتهم للفرنساوي إن شاء الله يا رب. بس انتوا ما فهمتوا شو صاير على الأكيد. لا لسه ما بين شي، بس ما تاكلي هم تقبريني، الرجال قدوا قدود. إن شاء الله إن شاء الله. خير وسهلا. شوفي شو صاير. لك شو صاير؟ شو صاير؟ يبعت لي هم معنا خالد. خالد شو صاير مع كل هذا؟ ما صاير شي. شو صاير؟ 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 شو ص
الله يكسر ايدينا، الله يكسر ايدينا. قالوا الزمن غدار يا اخي، يكسر جرحك حد وش الفرح موجوع يا من صفى خده. يا اخي يا ريت شو يعني الحكي؟ سيدي نحن ما فينا نقول انه الخطة فشلت، وخاصة انه عدد المصابين والقتلى بيناتهم كبير. مزبوط سيدي، وبين القتلى في زعيمهم ديب الجبل. وزي بقى ما وصلتوا له؟ لا سيدي، بس في خبر مو منيح. حكي. دانيال، دانيال وقع أسير بين إيديهم. موجوع مو؟ كيف ملاقي حالك أحسن؟ بتشكرك. تشكرني. لك حبيبي يا عمر العبيد، لو كانت القصة عندي كنت هلأ صفيتك. تسطع. معقولي أنا ضلني هون أسير؟ لازم لقي طريقة أقفل من هون. أسرع وقت. حولي بالك يا خالتي أوريدي، نعرف إنه مصابك كتير كبير. أنا بعرفك قوية ورح نستمد قوتنا منك. كسرت ظهري يا خاتو، كسرت ظهري يا خليل. سلام الله عليك والله يرحم، صار شهيد عن رب العالمين. أنت بس ادعي له. آخ يا أخي الله يرحمك، الله يجعل بسمك الجنة يا أخي. آخ يا زيد الرجال يا طولي بقلك، طولي بقلك.